احفر ادفن احفر ادفن. ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم. وش السالفة؟ شرطة ومطافي وسعاف ودخنة. وش فيه؟ وش فيه؟ وش تبون أنتم؟ بيت أخوي يا ابن الحلال. وش فيه؟ بيت أخوي. بيت أخوك؟ أي أخونا. البيت احترق، أخوكم نقلناه للمستشفى وإن شاء الله يقوم بالسلامة. والفلوس اللي حصلناها في الغرفة أيضا تعرضت للاحتراق، الله يعوض عليكم. فلوس؟ فلوس إيش؟ فلوس مبلغ كبير حصلناه في الغرفة واحترق. احترق؟ مبلغ كبير؟ وأخونا احترق؟ أسلم أسلم. انا حزين عليك يا اخوي. كثير متقلقل والله ضايع. اي والله صدق ريحته مشوي. حس حسين حكيم. شرفات شرفات. اسمع شبيته يقولون بالدراهم. ايه ال 50 مليون اللي شبت في البيت مو بالشاحن. نفس ال 50 مليون حقت ابوي. وانا والله يا فادني حزين قلبي حزين. والله اني حزين اكثر. اقول ورا ما نفك ذي يا شيخ شكله محتر على الرجال. ها بسوينا كذا تعور. لا 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 يا ابن حلال. لا تعور. لا يا ابن حلال. لا يا ابن حلال. وش فيكم؟ وش في؟ انا والله اني خايف ان اكثر منك على سكسوكته. ترقى في سكسوكتك ولا مين في؟ شنو عليك؟ ما تشوف شر ما تشوف شر. اخونا بكره يطلع عمله. طلع والله فيه شويه بشر. خله ما يقدر يتحرك. اقول ايه اكثر من ضايق من الصليب اللي فوق راسه. الصليب مضايق. ها صليب مضايق. اشله شل اي شيء. خله صليب مضايق. صليب مضايق. صليب لا دار من صليب. بس بارد بارد حطه على رجله بعد العاد. ها كيف شل يا سلامات. ما تشوف شر ما تشوف شر. انا اخوك ما تشوف شر. بروح انطله برا قدامك العافيه. غطف غطف غطف. بردان شكله بردان.